يشجع على الانحلال وخراب المجتمع. كلمات قيلت سابقا بمصر في دعوى قضائية لإيقاف تطبيق دردشة السنغافوري بيغولايف. اليوم تتكرر هذه الكلمات في سوريا بعد قرابة العام على انتشار هذا البرنامج الذي يعتبر ستارة للدعارة الإلكترونية ووسيلة للابتزاز المباشر للفتيات العاملات فيه. تحقيق لموقع تلفزيون سوريا كشف طريقة عمل التطبيق والدهاليز التي تجر إليها الفتيات من خلال استغلال حاجتهن للمال في ظل الواقع الاقتصادي المتردي في مناطق النظام، بحجة توظيف صبايا تحت مسمى مذيعات، ما يجعلهن يعرضن جزءاً من حياتهن اليومية الخاصة في البث المباشر، ويقمن بدردشة مع المشاركين في التطبيق أو الزبائن بمسمى أداق. يحصلن على هدايا ونقاط شبيهة بما تحصل عليه المشتركات في تطبيق تيك توك، إلا أن هذا التطبيق يحتوي ميزة إضافية تسمى الغرفة السرية. السمعة السيئة هي العنوان الرئيس الذي يرافق التطبيق ومن تعمل فيه، لذلك لا يجرؤ أحد على التصريح بأنه يستخدم البرنامج، إلا أن الحاجة للمال في مناطق سيطرة النظام تدفع الفتيات بشكل كبير للتوجه إلى العمل فيه، وتتفاوت أجورهن بين 200 إلى 1000 دولار لقاء عدد ساعات البث والهدايا التي تصل للمشاركات. آلية التسجيل في الموقع تلزم بوضع معلومات شخصية دقيقة يمكن تسريبها، وهذا يعني ابتزاز صاحبتها لاحقاً. أما الحصول على العائد المالي فهو كالتطبيق يعمل بصورة غير رسمية لأنه لا يملك مكتباً في سوريا، حيث يتم إرسال الأموال عبر وسطاء محليين ينتشرون بشكل كبير في اللاذقية وطرطوس ودمشق. قيل إنهم تابعون لبعض الفروع الأمنية ويحصلون على نسبة 20% من مجمل المبلغ. فهل يتخطين السوريات هذا الفخ كما حدث في مصر؟ أم سيكون مصيرهن التورط أكثر؟